السلام عليكم يا اغلى مشتركات لاغلى متتابعين، مرحبا بكم في منزل معيار. اهلا وسهلا بكم، شرفتوني ونورتوني. اليوم جبت لكم تشكيله من انواع الدراوات، كنت ديجا خدمتهم انا من قبل، كنت بوستيتهم في مجموعه الفيسبوك ميم الانستغرام، كنت حابين يعني تعرفوا التفاصيل تاع هذو لي طغى وكيفاش شريتهم منين وكيف. راح نمد لكم كم التفاصيل، راح تعرفوا كامل هذو الامور اللي راني حابه نوريهمكم. انا قبل ما نبدا كامل، اللي مش مشترك في القناه نتمنى انك تشتركي في القناه، تضغط على زر الجرس باه يوصلك كل جديد مع اللايك والكومنت. والبنات اللي معايا مرحبا بكم، شرفتوني ونورتوني، اهلا وسهلا بكم. ما تنساوش اللايك لا فيديو. شوفوا اول حاجه نبداو، بسم الله. شوفوا كاين زوج انواع تاع الدروات هنا بوستيتهم. الدرا الاول الازرق هذا كنت تاع 3 ديمونسيون، كنت انا خيطته يعني على حسب يعني لا كولور تاع الاوني تاع بلو سيال، والاخرى يعني اللي هذيك الامبريمي كنت ديجا درتها يعني كما شفتوا تاع 3 ديمونسيون تاع الحجره هذيك، جات بزاف هايله. انا اللي خيطت هذا الدرا والتشكيله الاولى هذه. التشكيله الثانيه كنت ديجا درت هذا النوع تاع الدرا تاع لي فلور، هذا درتو بالروج فيف كما شفتوا، وهنا درتو يعني فيه الورود هكذا حمر. كنت شاركته معكم في الانستغرام في الفيسبوك، يعني انا مانيش نشطه بزاف في فيسبوك، مي نشطه في الانستغرام، كنت بوستيتو معكم. كان عجبكم بزاف، كاين اللي صغصوني بزاف عليه منين وكيفاه وشريتيه. انا القماش شريته هنا من بوسعده نورمال من محلات العايفه، يعني كامل راكم تعرفوهم، شريت من ثم القماش وانا اللي خيطته، ويعني هكذا نورمال. تحبوا نمد لكم المقاسات البنات اللي حبوا يخيطوا كامل نورمال، مد لكم المقاسات يعني كل وحده تكتب لي برك في لي كومونتير، راح ندير لكم فيديو سبيسيال ان شاء الله. برك يعجبكم هذو لي كولور، انا صراحه عجبوني كيما شفتوا. انا نحب حاجه تكون سامبل، ما تكونش مرقمشه بزاف. ميم سخصيتو لي لوندو كنت ديجا درتو في الفيديو اللي قبل هذا، كيف كيف البنات انا اللي خدمتو. يعني درت المقاسات من عندي، ما كانش تبعت فيديو في اليوتيوب، مي مقاسات خرجوا لي يعني خاطئين كامل. درت المقاسات من عندي وخدمته، حشيته كيما شفتوه وخدمته نورمال. ميم هذيك السحابه وهذاك الهلال وكامل انا اللي درت المقاسات تاعهم، يعني ما تبعش انا دائما اليوتيوب، ندير من عندي دائما ندير اللمسه تاعي. هذه هي ان شاء الله برك يعجبوكم. البنات راح نخليكم هنا تشوفوا التشكيله تاع الدروات هذو، ان شاء الله يعجبوكم. اللي مش داير جيم لا فيديو دير جيم لا فيديو البنات، thank you.
حبيت نشكر كامل اللي سقساو عليا اللي كانوا يراسلوني في الانستغرام. يعني انا دوكا راني لاباس، كنت شويه تعبانه دوكا الحمد لله يا ربي. وحبيت نشكركم كأنكم تابعتوا لا فيديو حتى الاخير، انكم كنتوا اوفياء للقناه. ربي يخليكم ليا وربي يمدلكم قد قلوبكم ان شاء الله. انا خليكم دركا فرجه ممتعه للجميع في فيديو جاي ان شاء الله، ومع السلامه.